لو الحكايه فيها ان فيتو بس يا حبيبي ما تعيطش يا بابا، الناس كلها على الرصيف تحت عشان في مشكله. طب ايه هي المشكله؟ انا اللي جايبها ولا انتوا اللي جايبينها؟ قلبي جاي. احنا طب اصبر بقى، اصبر لما تصبر. بس تعيطش يا حبيبي، اصبر لما تصبر. انا برضو كرنيها معايا مش همشيها، وانت بتاعتك معايا. بس دي حق لو انا يا باشا، خد حقك زي ما انت عايز. وانا قلت لك حاجه، خد حقك زي ما انت عايز. عيب عيب. لا 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 لا، هي واحد يقول لك هي كانت اسم خالص كده، خلاص ست اسمه مختلف عن لا بيقولك انت، لا انت غيرت، بيقولك انت غيرت البضاعه، انت مدورها يا بيه. بص الفيزا يا جماعه، اشهدوا بس فيزا، الفيزا كارنيه كل حاجه دي عايز اقولها يا اخي. الامن في الخط يا باشا، على عيني وعلى راسي. بس الامن القومي على مش هتنفع اصلا. وده يا عقل اللي هو بتاع كارنيه الصندوق، ده كارنيه بنت بابا. بس حبيبي انت ما تعيطش، بابا حلو، بابا كويس يابا. يلا انت خايفين من ايه؟ بابا بس انا مش هسيبها لو هي مجنونه متخلفه. انا مش هسيبها. اه يا مين الشرطه دي؟ انا هيئس لي الامن القومي. حبيبي على ما تروحش، في مشكله. سبع سنين. مش مشروع. يا ابني ما تعيطش، يا ابني ما تعيطش. يابا وصلت كده، انت ايه؟ انت فلان فلان مش عارف قالت ايه. اسم غير اللي في البطاقه بتاع خالد عم محمد. بص يا باشا، ده كان الشغل بتاعك. ها انا نزلت، نزلت انا في المكتب اهو. التمويل طب يلا سلام. شغال في الامن حضرتك في التمويل. ماشي، ده التمويل قعدت بتاع 5 جنيه. كل الاسم تقول لي انت بتاثر ليه؟ لا ما انت ممكن تقول زورت. هزور ده كله، ده كان ليه لوحده؟ عشر سنين. اسم واحد غير. المشكله ان هي بتقول ده كان خطيبي، يعني معنى كده ان هي حاسه شكل يا فندم. انا قاعد بس عشان العيال. بس بص بص دي من الاخر كده، مش مظبوط، دي مش مظبوط، مش مظبوطه. بس عشان في لحظه مش انا ليه حق قدام العيال هنا؟ السلك ضربها يا حبيبي، ضربها ايه يعني؟ بس يا عم تعالى خد وروح معايا. شفت واحد نفس الشكل ده هو. بقول له انت اسمك مختار امين؟ قال لي لا. قلت له لا انت. طب وريني البطاقه بتاعتك. وريني البطاقه بتاعتك. احمد طلع البطاقه بتاعتك. ايوه. الشكل ده مش هو. قال لي انا اسمي سامي. قلت له لا مش هو الشكل ده. سالت العيال قالت ايه؟ قال البابا اسمه العيال. انا قلت الولد باباك اسمه، قال لي اسمه سامي. قلت ده هو ممكن يكون مزور، اطلع معايا في مكتب الشرطه ويعملوا يشوفوا البطاقه بتاعتك ويحطها في الكمبيوتر. قسم الامن القومي. استنى هو سكت. ماشي يسأل الامن القومي. انا عندي ناس في الامن القومي. مش عارف مين ده؟ ابن عمي جوزي. انا قبل ما يشتغل اسمه علي غنيم. لو حد يسمع عنه. انا قبل ما يشتغل بيتحلوا عليا. انا شغال في الامن يا ماما. شغال في الامن يا ماما. بس على شرط سيد يوسف. لو انا قلت بقى تدور انا ظبطت كل بلد شويه بيقرا وياه. قول لي بقى انت. اه انت لما قلت احنا صعيده ومش عارفه ايه، هو كان من الصعيد حته اسمها سوهو، حته اسمها سوهو. انا بقى مش الشكل ده. انا راجل، انا راجل من السيده سينا، من بلد القنبله اللي ما ضربتش، وراجل ابن شعب وابن بلد. بص بالك شغال في مكان حساس. بس انت لو مطرحي واحد نفس الشكل انا خلاص هقول لحضرتك. هو سلطه فاهم. بس انا ليه حق؟ بس انا اللي انت عاوز نعمله. لا انا ليه حق والله. اصلا مش هسيب. انا نعمله اصلا مش هسيب. هات عيالك وانا صالحها والله ابدا. بس انت لو مطرحي كده انا نهار. بس انا نهار.
كده كل حاجه باسم العيال الصغيرين العيال النهار. معلش اللوم ده واحد شكلي انا راضي اللوم عايزين نعمله. طيب انا هقول لهم دي انت طيب اقول لهم معلش دي طنطي كانت قريبتي. معلش معلش خلاص بس شكلك اقسم بالله توأمة ماشي يا خلاص مش انا ما صدقت اللي انا في المترو وشفته. اه قلت له هو ده خلاص قطع على العيال 10,000 جنيه 10,000 جنيه مش حاجه يعني. انا عملت اه والله العظيم انا شغال في الشغل بتاعتي عشان كده انا بقول واحد صعب حرام على اولادي انا خلعت انا عشان ربنا ده واللي انت عاوزه انا اعمله لك اعمله لك. انا مش عارف اعمل معاك ايه مش عارف. انا عشان كده لما انا شفته في المترو قلت له نطلع عند الشيخ ده. انت ما كنت بتحسبينه قدام الناس اللي في المترو. اه جيبهم بقى انا فات روح يا استاذ سيد. انا اسف هات عيالك هات العيال الصغار بقى عشان معلش تعالى اجيب العيال. لو الحكايه فيها ان فيديو